أتينا إلى هنا إلى هدف أننا نظهر منطقتنا بإظهار حسن، نظهر تراثها، نظهر مبادئها، نظهر عاداتها، نظهر تاريخها، نظهر كل حسن فيها. يسعدنا أن نسجل حلقات من هذه المنطقة ومن جميع شرائح المجتمع في هذه المنطقة العزيزة ومن جميع المناطق الأخرى. أنا باسمهم جميعا أقول مرحبا ألف، وادي عرمرم الجميل يحييكم، وادي عرمرم الرائع يحييكم، هذه البداوة، البساطة، الليل العليل، كل هذا الجمال يرحب بكم حقيقة. مرحبا بضيفنا والكفر عالي، مرحبا بضيف والضيف والقبيلة، تلتقي الأحمال من جل اللي جالي، ما تقدم للقدر إلا دليل. مرحبا يا ضيوفنا والقدر عالي، قلتها باسم المضيف والقبيلة، لا ارتكن الأحمال من جال اللي جالي، ما تقدم للقطر إلا دليلة. تضحك علي ومسن شامت. أيوه. ولا في اللي سمح بلي. يعني الحب مو بلك. ولا في اللي سلم. الله يعطيك العافية. تضحك له ولا ما تحبه؟ لا هي ما لها لعب عليها. بس والش بس والش يعني تسليه له تسليه بس تسلى عليها اذا قلت تسلى عليها بس شيء جميل ايوه وترى لو مثل اللي يعرفها فيها مكاسر مسار مكاسر حساسه شوي يعني اللي يفهمها مؤثره يعني مؤثره في اثناء جولتنا في عرمرم نلتقي باحد ابناء هذه المنطقه حطينا لحم حطينا على الجمل حطينا السلع بعد ذلك نهب المارخ يوقي للحم ما يصل الجمل يعني ما يحترق الله ما يصلوا الا فوح ان يوصلوا مطالب عرمرم وما تحتاجه ومركز الحريض عموما من الخدمات الى صناع القرار الحين بنا اقلع التراب هذه تشيل التربه الله بعد التراب نرجع الفرشه نعم. بعدها الخبار وبعد الخبار خبز وبعد الخبز اللحم حتى نصل الى اخر شيء مقدار شبه النار قبل تضعون اللحم هل هناك حجم معين للحطب اللي تضعونه او شيء من هالقبيل؟ والله الحطب في قطف او سمر او من اي الاشجار الكويسه وعندما تنتهي عندما تلا حتى تصبح جمر مع الحجر. جميل تضعون حجر اجل؟ الله حجر ولا ها؟ ايش نوع الحجر؟ حجر الاحمر او الابيض هم شيء حجر كويس يعني صلب صلب نعم حجر صلب الله الله تضعونه داخل النار؟ نضعه داخل الحطب قبل ما نولع النار. اها وبعدين نولع النار وهم يستوي مع تعطون وقت للنار؟ وقتها انتهائها عندما تنتهي وتصبح جمر مع هذه تنجح خلاص. نفذ منها 10 كيلو وبينما المقاول يسير في المشروع تم ايقافه من محافظ الدرب السابق. لبن الملوح يدري ما اكابده ولا جميل بثين يشتكي وصبي ماذا اقول. يلا احفظ جنود الحد وانصرهم عزي الله حكم السعودية يا لا 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 تحسسي موضع الآلام وانتبهي أن تنكئ الجرح لا أقوى على الخطب قالت لعلك تبقى ليلة معنا فقلت لا باس يا حسنة على الرحب